لو في مرة حسيت بمشاعر خجل، ده أبوك اللي سايق، سايق التوبة، هو اللي حط فيك الحركة الحلوة اللي جوه القلب دي. لو حسيت بمشاعر رفض للخطية، ده ربنا، دي قيادة ربنا. انت بطبعك ما بترفضش الخطية، انت بتحبها. لكن في الوقت اللي تحس ان في موجة غضب ورفض للشر، ده قيادة الروح القدس. لما تلاقي فكرة جديدة انك تعمل حاجة جديدة وتصلح في نفسك وكفاية الغلط، عارف ده ايه؟ ده شغل ربنا. ابوكم يقودكم. فحط في دماغك فكرة جديدة عشان تعدل في مسار حياتك وتقطع النير اللي جواك. ابوكم يقودكم حتى في القرار. لما زكى خد قرار، ولا المرأة الخاطية، ولا السامرية، اي حد خد قرار حلو، القرار ده مفعول النعمة. ابوكم يقودكم، تاخدوا قرار سليم في اتجاه سليم. لما بتجاهد عشان ما ترجعش للي كنت فيه، برضو ابوكم يقودكم في جهتكم. ربنا ورانا ورانا لغاية ما يغير فينا. ولو انتم راقبين عمل ربنا فيكم في كذا سنة وبس، وبتتجاوبوا ولو بدرجة، هتبص تقول انا مش عارف انا اتغيرت ازاي. انا لو كنت بحاول اغير في نفسي مليون سنة ما كنتش اتغير، بس في حاجات اتغيرت بنعمة ربنا، لان ابوكم يقود التغيير. ابوك يحطك في ظروف من بره تحصرك، ظروف خارجية، من مشاكل، من اخبار ناس، من اوضاع، من الظروف دي كلها بتعمل ايه؟ بتزق في اتجاه معين عشان تتغير في الاتجاه اللي هو عاوزه. ده مش معناه انه وقف ارادتك ولا اتحكم فيك، بس بيساعدك، بيسوقك في التغيير. ولو سلمت نفسك ليه اكتر من كده، هتتغير اسرع من كده واحلى من كده. انت فاكر ان وجودك هنا صدفة، ولا في الخدمة دي صدفة، ولا الظروف دي صدفة؟ لا يا حبيبي، ده قيادة ربنا لتغييرك. هو حطك مع الناس دول وفي الظروف دي وفي الاجتماع ده وفي مع الرسالة دي والوعظة دي في الوقت ده والآية دي في اللحظة دي. كل ده شغل متزبط عشان ايه؟ تتغير. لان هو يقود التغيير. ده اب شاطر ما وراهوش غير عياله، مركز معاهم جدا، مصر على تغييرهم.